للمزيد حول استمرار معاناة السوريين بعد 10 سنوات من الأزمة السورية والجهود الدولية لحل الأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل. أستاذ غزوان، بداية مرحبا بكم. في تقرير للجنة من خبراء الأمم المتحدة صدر اليوم، خلص إلى أن معاناة السوريين بعد 10 سنوات من الأزمة لم تنتهي. يعني من وجهة نظرك، هل قدمت مباحثات أستانا أمس ما يمكن التعويل عليه لرفع المعاناة عن السوريين؟ تحياتي لحضرتك وللأخوة المتابعين. حياكم الله. يعني أعتقد أنه مسار أستانا لا يشكل قيمة مضافة لمسار الحل الحقيقي للصراع في سوريا. ما ينهي حقيقة المعاناة السوريين هو حصول اختراق حقيقي وجوهري في العملية السياسية بيقوم على فكرة التأسيس لسلطة انتقالية تاخذ على عاتقها مقاربة المشاكل الجوهرية اللي أفضت أصلا لهذا النزاع، ومن ثم التأسيس لعقد اجتماعي جديد ينقل سوريا من قاع الصراع لضفة المستقبل. هذا السياق الحياة بيستلزم توافق دولي ولو بالحدود الدنيا بين الأطراف الدولية المتصارعة على الأرض، وهذا إلى الآن بكل أسف غير متوفر، وبالتالي تستمر المعاناة مع خطورة أنه هاي المعاناة صارت يعني في الترتيب الثالث أو الرابع ضمن مستوى الاهتمامات الدولية، وهذا بيشكل يعني الحقيقة عنصر ضغط على السوريين نظرا لتواري أهمية الصراع في سوريا في أجندة الاهتمامات. نعم أستاذ غزوان، يعني على رأس أولويات المواطن السوري هو بحث طرق إدخال المساعدات الإنسانية في ظل تعنت روسيا في حل أزمة المعابر. ماذا قدمت المباحثات في هذا الملف؟ أعتقد أن مباحثات أستانا هي يعني غير قادرة على إحداث تغيير حقيقي بموقف روسيا تجاه هذه المسألة، لأن المرجعية في هذا الموضوع تحديدا هي الأمم المتحدة، وهذا بالضرورة بيستلزم توافق روسي أمريكي حول هذه القضية. هذا التوافق حتى الآن أيضا غير متوفر، ربما هناك في الدهاليز الخلفية لصناعة السياسات مسعى لإنتاج صفقة يعني ربما تقوم على تخفيف بعض العقوبات عن الشركات الروسية، لقاء وفتح طرق داخلية بين مناطق النظام والمناطق الخارجة عن سيطرته مقابل تمديد الآلية الدولية لإدخال المساعدات. الاتحاد الأوروبي يعني حذر من عدم تمديد إرسال المساعدات عبر باب الهواء، في المقابل تصمم روسيا على وجوب إشراف النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية من المعابر. أستاذ غزوان، إذا كان الهدف إعادة تدوير بشار هنا كما يمكن أن يفهم، كيف ترى الأوراق المتاحة أمام المعارضة الرافضة لذلك؟ يعني بكل أسف روسيا تريد أن تجعل النظام وكيل حصري للمعونات الدولية، وتتخذ من قضية المعابر الإنسانية وسيلة للضغط على المجتمع الدولي لإعادة بناء شرعية جديدة للنظام وإعادة تعويمه على المستوى الدولي من خلال حصر وصول المساعدات عبره. يعني هي وسيلة الحقيقة دنيئة لابتزاز المجتمع الدولي عبر الإمعان في تجوير وتشريد الشعب السوري. هلأ في حال استمر التعنت الروسي ولم تعقد صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا، أزعم أنه هناك بدائل أخرى، منها على الأقل عودة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى ما قبل القرار الأممي 2165 من خلال العمل خارج نطاق آلية التفويض وتحويل التمويل الخاص، وكالات الأمم المتحدة إلى منظمات دولية غير حكومية توزع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات. نعم. في ظل التجاهل الإعلامي الذي تعيشه الأزمة السورية، إلى أي مدى ترى أن هناك محاولات ربما لتبريد الأزمة لمصلحة تمرير حل متوقع ممكن لا يرضى عنه الشعب السوري؟ يعني بكل أسف كل السياق يوحي أنه الحل هو الإبقاء على البنية الأساسية للنظام مع عدم تجاهل المسعى
الروسي والإيراني للإبقاء على كل بنية النظام وإعادة تعويمه وشرعنته. ولكن يعني قد تتلاقى في لحظة ما الرؤى الدولية على أن تطيح ببعض الرؤوس في هذا النظام مع الإبقاء على البنية الأساسية له، ويعني إنتاج سلطة تدير المرحلة الانتقالية بعيدا عن بعض الرموز اللي موجود اليوم في المستوى الأول من السلطة السياسية في سوريا. نعم، من مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار الأستاذ غزوان قرنفل، شكرا جزيلا لك.